مساء الخير فيكم وفي في المشاهدين والمستمعين، شكرا لوجودكم معنا. الكولكشن راح نقدم فيه 36 فستان سهرة و12 فستان زفاف، كل ما يخص طبعا اليوم احنا بإيفنت الحبور، بكل ما يخص العروس من حيث الفستان، الارنجمنت للعرس، الكيك، التفاصيل. انا هالكولكشن اللي مقدمت لنا كوين اوف فلاور لوبس، المرأة خصصتها بهذه الأمسية، كل شيء، كل ما هو يعني المرأة تحب ثلاث أشياء في الحياة: الورد، الحب، الملكية. فأنا عملت قصة وفلسفة معينة تحاكي السيدات من عبر هذا الفاشن شو.